لما بتذاع اليوتيوب، الحول بتاعت اليوتيوب، او لما يتعمل هولوجرام لام كلثوم، ده الحكم. ده الحكم. طب لما تعمل هولوجرام لام كلثوم او اليوتيوب، او لما في الاوبرا بيغنوا اغنيات ام كلثوم، مين بيدفع لمين كل هذه الحقوق؟ شوفي حضرتك دلوقتي، الموضوع مش كنترولد. ليه بقى؟ خليني اكمل جزء كده هوصلك اللي حضرتك عايزاه. لما خسرت القضيه دي، وخسرت القضيه دي مش معناها ان صوت القاهره مالكه، هو معناها ان صوت القاهره بتستغل بموجب عقد الترخيص اللي انا مديه لها. قمت رافع قضيه، عشان كده بتقولي لي انت سكت ليه؟ قمت رافع قضيه فسخ عقد الترخيص، ان هم برضه من سنه 2014 برضه بطلوا يدفعوا الايرادات طبقا للعقد الصلح. فرفعت قضيه فسخ، فاتفسخ عقد الصلح اللي بموجبه انا مديهم حق استغلال. نعم. اتفسخ عقد الصلح، فاصبح ملوش اي مستند للملكيه، اي مستند يستند اليه في الاستغلال. تمام. فابتدى يطلع حاجات، وكمان العقود بتاعت الورثه قالوا، كل ما بسمع حاجه برفع قضيه وهكذا. فقالوا بس انت فسخت عقد الصلح، بس العقود بتاعت الورثه القديمه ساريه. قمت رافع قضيه تانية رقمها 549، طيب. حكمت لي المحكمه بانهاء العقود الكذا وكذا عشان وكذا. الناس بس ما تتوهش مننا، احنا ارجع تاني، اليوتيوب والهولوجرام، كل ما حد يغني او يذيع غنوه لام كلثوم، مين بياخد الحقوق؟ شوفي حقوق الهولوجرام لحد النهارده حقوقها لا بتجيلي ولا بتجيلهم. مستفيدين اصحاب الهوليجرام هذه المعركه، يقولوا لي يقولوا لي اخذنا تصريح من صوت القاهره وهكذا. حتى طب هذه الانترنت واليوتيوب، الانترنت صوت القاهره عامله عليا بلوك لحد ما اخد حكم جديد في المحكمه. يعني ما خدتش ولا مليم من ال 200 مليون اللي هو بيقول عليهم دول، وانا هحاسبه على ال 200 مليون، لانه انا ما ابتديتش استغل الا من سنه 2019. 2019 بس. ما هو بس لما المحكمة حكمت بفسخ طيب عقد الصلح. ولما حد بيغني أغنية لأم كلثوم؟ لا، ده موضوع آخر، إعادة نشر حسب العقود. لو العقود تسمح يبقى إحنا، لو ما تسمحش يبقى جمعية المؤلفين الملحدين.